تداول المدونون صورة للناشطة السياسية نوارة نجم أمس بلا حجاب، وتعرضت نوارة نجم لهجوم شديد بسبب ذلك، بيد أن الناشطين أبدوا امتعاضهم من قسوة الهجوم عليها. دي نوارة نجم ابنة أحمد فؤاد نجم الفاجومي الراحل، مشهور طبعا، وهنا صورتها بدون الحجاب، لقيت معارضة وهجوم كتير عليها. أحمد فؤاد نجم مولود 23 مايو 1929، توفي 3 ديسمبر 2013 في قرية كفر أبو نجم بمدينة أبو حماد محافظة الشرقية، وهو أحد أهم شعراء العامية في مصر وأحد ثوار الكلمة واسم بارز في الفن والشعر العربي. لقب بالفاجومي المصري، وبسبب ذلك سجن عدة مرات. أحمد فؤاد نجم شاعر المصري. يترافق اسم أحمد فؤاد نجم مع ملحن ومغني هو الشيخ إمام، حيث تتلازم أشعار نجم مع غناء إمام لتعبر عن روح الاحتجاج الجماهيري الذي بدأ بعد نكسة 67. في عام 2007 اختارته المجموعة العربية في صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة سفيرا للفقراء. تزوج العديد من المرات، له 3 بنات هن عفاف ونوارة وزينة. أولى الزيجات كانت من فاطمة منصور، أنجب منها عفاف، وأشهرها زواجه من الفنانة عزة بلبع والكاتبة صافيناس كاظم، وأنجب منها نوارة نجم والتي تعمل بالمجال الصحفي. شوفنا صورتها في الأول، ديت عزة بلبع زوجة الثانية لأحمد فؤاد نجم، فنانة مشهورة، وهنا الكاتبة الكبيرة صافيناس كاظم أنجب منها نوارة، وهنا ديت زوجته التالتة سونيا ميكيكو، وممثلة المسرح الجزائرية الأولى سونيا ميكيو، وكانت زوجته الأخيرة هي السيدة أميمة عبد الوهاب وأنجب منها زينة. لدى نجم 3 أحفاد من عفاف، مصطفى وصفاء وأمنية، وحفيدان من نوارة فاطمة الزهراء وعلي. وهنا في جنازته وكان الناس متأثرين جدا. كما تداول رواد التواصل الاجتماعي أيضا أمس صورا جديدة للفنانة هالة فاخر، ونشرت صفحة نجومي الفنية صورة للفنانة هالة فاخر أثناء ظهورها على فضائية MBC مصر بدون حجاب، كان مع رزان مغربي ومجدي عبد الغني. أمس صارت بالصورة ديت يوم السبت 24/11/2018، وقالوا إن هي باروكة ديت هالة فاخر، حيث ظهرت الفنانة هالة فاخر في الإعلان الدعائي للموسم الجديد من العروض المسرحية تياترو مسرح، وهي ترتدي باروكة شعر باللون الأسود. ده قبل كده يعني، مش امبارح. ده الإعلان الدعائي لتياترو مصر في إطلالة جريئة منها، بالرغم من ارتدائها للحجاب منذ أكثر من 6 سنوات، وحرصت أن تظهر به في كل أعمالها وبرامجها التلفزيونية. 6 سنوات مرتدية الحجاب، بعد كده ارتدت باروكة. الأمر أثار جدلا كبيرا بين الجمهور، وجعل الكثير يفكر هل تكرر هالة فاخر تجربة صابرين، حيث يبدو أن موضة الباروكة ستنتشر في الوسط الفني بين النجمات. أنا هي صابرين والتي بدأتها الفنانة صابرين ولحقت بها هالة فاخر، ولم تكن هذه المرة الأولى لظهور هالة فاخر بالباروكة، فقد ظهرت من قبل عندما حلت ضيفة في برنامج أبلة فهيدة. أنا في أبلة فهيدة على CBC. هالة فاخر مولودة 8 يونيو 1948، هي ممثلة مصرية، وهي ابنة الفنان فاخر فاخر. عائلة فنية هي ووالدها،
كان فنان مشهور هنا وهي طفلة، صورة نادرة جدا. هنا هالة فاخر وهي طفلة مع الرئيس محمد نجيب، أكيد فاكرة الموقف ده. عاشت الفنانة المصرية هالة فاخر حياة أسرية سعيدة مع والدتها السيدة ابتسام ومع والدها الفنان الراحل فاخر فاخر، فتشربت هالة حب الفن عن والدها وبدأت العمل به منذ الطفولة. هالة تظهر في بعض اللقطات النادرة مع والدها في المنزل ووالدتها، حيث كانت طفلة تراجع مع والدها أحد أدوارها، وبدأ الانسجام الكبير بين أفراد هذه الأسرة. أنا مع والدها ووالدتها ابتسام وفاخر فاخر وهالة فاخر. الفنانة هالة فاخر ارتبطت في بداية حياتها بنجل الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وكان لهذه الخطبة قصة غريبة حدثت مع والديهما الفنان الراحل فاخر فاخر والفنان إسماعيل ياسين. في إحدى حفلات عيد ميلاد نجل إسماعيل ياسين، كانت هالة فاخر وهي طفلة تقبل نجل إسماعيل ياسين قبل خطوبتها له ب17 سنة كما بالصورة التالية. هنا وهي بتقبل ابن إسماعيل ياسين واتخطبوا بعد كده. الأمنية كانت أن تجمع علاقة بين الطفلين وقتها، وقد تحققت بعد مضي 17 سنة على هذه الحفلة، ولكن وقتها كان الفنان فاخر فاخر قد رحل عن الحياة، واقتصر الحفل على الفنان إسماعيل ياسين ونجله وأصدقاء العروس هالة فاخر. واحتفلت الأسرتان بالخطبة، وقدم العريس دبلتين، واحدة ذهبية والأخرى من الماس، مع عقد من اللولي وخاتم سوليتير. وكان نجل إسماعيل ياسين طالبا وقتها في كلية الاقتصاد، مع العلم أن هذا الارتباط لم يكتب له النجاح. وده هنا كان في الخطوبة. وفي لقاء مع الفنانة هالة فاخر كان هذا الحوار: كم عدد زيجاتك؟ تزوجت 3 مرات وربما لم أحسن العلاقة معهم. تزوجت 3 مرات في حياتها. وعلاقتي معهم جيدة الآن، والأخير هو الذي ربى ابني حسين وهو في 8 من عمره، وأدين له بتربية ابني، وعندي ابنتين هبة الله ومنة الله، بنتين وولد. ده حسين ابن هالة فاخر وزوجته وابنتهم. ده حسين ابن هالة فاخر هنا مع حفيدة. لماذا انتشرت شائعة زواجك من مطرب؟ القصة بدأت كنا في رحلة فنية ومعي المخرجة منال الصيفي والممثلة انتصار، وجاء إيمان البحر درويش، ولأول مرة أراه، وعرض علي هناك أن أشاركه في مسرحية. وماذا حدث؟ جهزنا مسرحية على المسرح الكوميدي، واشترطت وجود المخرج عصام السيد، وبالفعل بدأنا المسرحية، وكنا نذهب نهاية البروفات إلى أحد الأماكن لتناول العشاء مع فريق المسرحية، ثم يعود كل شخص إلى منزله، وبدأت الشائعة تنطلق، لكنني كبرت دماغي. وخلال العرض المسرحي بدأت مشاكل فنية بيني وبين إيمان البحر درويش، وتوقف العرض ولم نصوره. ممثلة قديرة لها أعمال فنية كتير. هنا انتبهوا أيها السادة، هنا بالحجاب. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المتابعين والمشاهدين قناة أخبار النجوم.